اوه ماي جاد شباب الحلوين يتمانو ليديز اند جنتلمان حبايبي الكرام جبت لكم مقطع جديد شباب مثل شايفون وراي نزلت حزمه اسطوريه يا شباب وداخل هذا العدد شباب حدث يعني حدث بكرهه بس يعني لنشوف شو راح يصير معنا اوكي حبايبي قبل بلش المقطع حبايبي لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام قبل ما نعمل اي شيء بترك لك ثانيتين تروح تحط اللايك 1 2 حطيت لايك يلا ندخل حبايبي مثل ما انتم شايفين يا اساتير حبايبنا هزم محمد رمضان نزل شباب من شوي مثل ما انتم شايفين كمان مثل ما انتم شايفين اكثر من 1000 مره كم مره بقول مثل ما انتم شايفين ذكروني بالشرط خلينا نوقف حبيب والله نزلت رقصه هاي اوكي جايز هاي رقصه شباب هاي الرقصه هاي يا اخي المهم هذول هن الموجودات شباب هون عندنا حزمه محمد رمضان اللوز ثواني حبيبي والله ايش صار هون لوز عندنا هون الحزمه شباب بس ولكن شباب بهذا الحدث اللي بكرهه شباب الصراحه هذا الحدث من اكثر الاحداث اللي بكرههم باللعبه شباب هيك احداث ما اعرف شباب ما تعرف متى يطلع لك التوكن طبعا هون شباب لازم في توكنات ولا في صندوق كنز او يعني عشان نستبدلهم طبعا شباب راح نحاول نحن نحصل على الحزمه تمام وصندوق يا اخي بنعرف ما في يا اخي بنعرف انه ما في اوكي ليز دنجر تمام الحاله اللي لزمنا لان 10 توكنات سو ليز دنجر تمام خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش طبعا شباب خلينا نبلش باي شيء حاب اذكركم شيء كثير مهم قناتنا اليوتيوب الثانيه احلى ناس راح ينزل عليها ان شاء الله اليوم فيديو كثير اسطوري شباب اللي ما راح اشترك شباب روح يشترك حبايبنا راح تشوفوا اليوم مقطع كثير 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 يعني لوز اللوز عليكم جيمنج شباب الكل يروح يشترك شباب ويفعل الجرس وراح يكون في اشياء اسطوريه هناك شباب اوكي يلا نرجع الحدث حبايبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول ضرب بالعيون اللي عم يشاهدنا الان اوكي سوني اوه هون في لفه مجانا طبعا شباب هيك بكير يعني وبتعرفوا يعني مثل كل مره رجعنا للاوضاع الصباحيه قول لي فكرت حصلت على توكن يا الله ويلي اوكي شباب انا هون خمس لفات طبعا خلينا نعمل خمسة يلا عندنا هون ستة يا الله دول بكره 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 هالاحداث شباب هالاحداث شباب بتعرف ليش بكرههم؟ لانه الواحد ما تعرف شوف ثلاثة ما نعرف ايمت ما نعرف ما بنعرف شباب كم يكلف ما بعرف شي شباب ما بنعرف يعني كم الجوهر يلزمنا ها توكن حبيبي والله اخذت التوكن ولا لا؟ اخذت توكن يا الله حلو هي اول توكن شباب الحمد لله خلينا نعمل تخطي نشوف الوضع بالتخطي بيض لا يا اخي لا خلينا نعملها هيك معلم هيك شوي روح واح يلا يا جميل ايه طمانه روح ايوه يلا ويلي تشل يا الله لو كانت طلعت تنتين معلم كان خطوه كنا جبنا التوكن ثاني شباب حبيبي والله كم هون معلم وحده بس يا اخي يا شباب يعني ليش هيك بليز كمان انا شباب انا اقول لكم هذا الحدث راح يعذبني انا بعرفش هيك احداث ما بعرف شوف تفرج على الحظ البيض هيك احداث شباب يعني ما بفقد فاقد الامل على الحدث توكن وحده بدنا وحده بس اللي اعطانا ستة يا الله لا حول ولا قوه الا بالله بيض اوكي يلا نعمل كمان خلينا نجرب لفه وحده لنشوف واحد اثنين يا اخي تنتين بدنا يا اخي ليش ثلاثه يا الله خلينا نعمل لفه ثانيه وحده نشوف هذا وحده بوحده بوحده مثلا واحد اثنين ثلاثه اربعه يا زلمه بيضة يلا معلم نعمل هي تخطي ونجرب هيك نجربها هيك شباب مباشرة ليتس جو ما في حظ بيض ما في توكن انا فاقد الامل حبايبي انا فاقد الامل خلينا نشحن الجواهر اوكي شحنا الجواهر وحطيت سماعات لنشوف لان مرات سماعات احيانا سماعات بحظ يعني حظ حلو يلا هاي توكن اي توكن كفو شوف حط سماعات يا اخي سماعات يلا ان شاء الله يلا ان شاء الله توكن ثاني معلم توكن ثالث كفو تيجي اديله اوبا
ويلي 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 التوكن. ايوه يلا يلا التوكن يلا يلا التوكن. طب ثواني شباب، كم توكن صار عندنا؟ عندنا نقدر نجيب املنا الرخصه شباب، املنا الرخصه ناقصنا 5 توكن الثانيين. يلا بسم الله، يلا التوكن توكن توكن بليز التوكن ويلي هوبا توكن. هاي اول واحد شباب، اول توكن شباب معنا 5. املنا السكين، طبعا شباب سكين كيلو اسطوري اوكي، املنا السكين ناقصنا الان 4 شباب، 4 4 مو هيك 4 ايه 4. يلا هذا هو، يلا يلا التوكن بيض بيض. يلا يلا بتوكن بليز حمبوك حمبوك برو حمبوك برو. نعمل لف واحده نشوف هوبا التوكن. يلا والله طلع التوكن بلف واحده يا شباب يا اخي. ده معلم 3 يلا روح خلينا نضرب معلم 5 لفات. وين النرد هذا؟ 1 1 2 3 يلا ان شاء الله يطلع بيض بيض بيض. اوكي كمان ضرب معلم بيض. نشحن جواهر مرة تانية حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين. يلا نجيب نشحن جواهر. تمانو نشحن جواهر شوي شباب. Let's go ladies and gentlemen. ساعة 5 2 يلا نشحن 1000 جوهرة شباب. Let's go. هاي شحنا هيكون يكون شحننا 1000 جوهرة ladies and gentlemen. مثل ما انتم شايفين هون عندنا يعني نقدر نجيب الحزمة وبدنا نجيب الرقصة هالنادرة شباب. رقصة يعني هن رقصتين هدوية هذا يعني شباب حرام يا حرام يعني ليش هيك احداث هيك تنزلوا بهذه الطريقة. يلا روح يلا ان شاء الله يطلع لنا التوكن شباب. نضرب لفه واحده بيض بيض توكن حلو. يلا نايس 2 من التوكن شباب باقينا. توكن ثاني يسعد دينا. باقينا 1 شباب باقينا 1 شباب. لا اوقف شوي هي 5 حلو هذا وايه باقينا 1 صح باقينا 1 شباب باقينا 1 شباب 1 بس حبيبي والله لوز اللوز شباب لوز اللوز. هيك بنجيب الحزمة يا بوي هيك بتكون جبنا الحزمة ليديز اند جنتلمان. تمام رسالة لهذاك اللوز اللوز واللعبة الرقصة الهاي. يا سلام عليك شباب ليديز اند جنتلمان. ايه تمام هاي انسحب ما شباب انا بلعبين حاطط بشغل فري فاير ماكس مثل ما انتم شايفين ليديز اند جنتلمان. اوكي شباب خلينا نجي لهون شوف الرقصة شباب الرقصة شباب ويلي 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 تعالوا تعال 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 الرقصة شباب راح نحطها هون. ايه تمانو يا بوي حلو. نجي لهون نعمل الباندل. يا سلام عليك شوفوا معي شباب شوفوا معي محمد رمضان نمبر 1 فرج معلم فرج معلم فرج معلم. ليش عم طلع على اليسار هذا فرج معلم. لا وقف وين ما بدنا نجي لهون خلونا هون وضعنا لوس. فرج معلم فرج معلم. يا سلام بس انا شيء مش فاهمه شاب يعني الحذاء لو كان عامل حذاء فرعوني كان مظبوط ما كان يعني صار باللوز اللوز. خلينا ندخل شباب نجرب السكين والله. يلا ندخل جيم سولو شباب نشوف نجرب نلعب بنفس الوقت نفرجيكم لعب فري فاير ماكس شباب لوز اللوز. ان شاء الله ما يصير فيها لاك شباب. طبعا شباب فري فاير ماكس الفتره الاخيره ما اعرف اذا عم بصير مع الكل فيها كثير من اللاك شباب وكثير منكم كمان نفس الوقت طلبوا لي مني عليكم جرب السكنات تدخل جيم رانكت سولو. ليك رح ندخل شباب واذا متنا متنا عشنا عشنا وحبيبي والله. يلا روح ليتس جو يلا بلش يا جميل. بس حبايبي وانا قاعد عم فكر يعني كم كلفنا السكين؟ كان معي 800 جوهرة بعدين شحنت 2000 بعدين تقريبا كلفنا يمكن 4000 جوهرة ولا 5000 جوهرة يا شباب. يعني اكيد منكم قاعد اذا عم يحسب معي وهيك فهمت علي كيف حبيبي والله. اوكي واخيرا بعد اخيرا نزلنا دخلنا الجيم شباب. ايه طبعا شباب هذا هو السكين حبايبي مثل ما انتم شايفين لوز اللوز وهي الرقصة شباب. ويلي 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 اتفرج معنا اتفرج. ايه يا بوي يا بوي والله شي لوز اللوز شباب شي لوز اللوز معنا. طبعا شباب يعني الصراحه اعطونا لكم بالتعليقات شباب كنفس الوقت
بتحديث هذا نزل جديد يعني عند الكل عم بيصير عنده اللاك بلعبة فري فاير ماكس. كلهم بالتعليقات شباب اعطونا رايكم حبايبي. والصراحة شباب بالنسبة لي الصراحة شباب فري فاير ماكس طبعا نزل جديدة اوكي بس ولكن من ناحية اللاعبين اللي لعب بي سي ما بي سي عندنا مشكلة بالحساسية ووجع الراس يا لطيف وفيها لاك اوكي كتير شغله ينحل الامر باسرع وقت ممكن يا اساطير. يلا خلينا ندخل نشوف ننزل شباب شو طبعا شباب السكين يعني نو كومنت اوكي سكين يعني لوز اللوز بكل معنى الكلمه. خلينا ننزل بلوف اوبسيفاتور هذا شباب شوف النزله شباب شوف النزله شوف النزله معنا شوف ندرس حد راسه يعوج حبيبي والله. ليتس جو ليتس جو ليديز اند جنتلمن ليتس جو ليديز اند جنتلمن. خلينا نشوف حظنا بالاول جيم ميكر رانك تصوره معنا نشوف اللعب الاسطوري لانه حبينا نلعب سكواد بس ولكن ايش ما في حدا موجود من الشباب فهمت علي كيف. خلينا ننزل هات نشوف حبيبي والله ماي سكواد ولا ماي سكواد ماي واحد فوق معلم 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 كريستيانو من الصبح معلم كريستيانو من الصبح معلم بربك كريستيانو من الصبح معلم بربك كريستيانو من الصبح دخيل الله دخيل الله معلم ابوس ايدكم شباب مو من الصبح كريستيانو بليز هاي نجرب مسكين على رواق يا زلمه خلينا نلعب شويه كم جيم هيك يا زلمه مو كم جيم يعني نجرب على رواق حبيبي والله اوكي طبعا حبايبي شايفين الحساسيه شويه كتا مش زي الفل ويلي 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 فري فاير ماكس شباب هلا ويت هون معلم الصراحة حبايبي ركزوا لي على اللاعب كيف بيجي شو رايكم بمشية اللاعب شباب شو رايكم بمشية اللاعب يا اساطير هذا اللوي تون معلم حبيبي والله بس والله شباب يعني الصراحة يعني انا اقيم هذا التحديث يعني فري فاير ماكس يعني عن جد شيء حلو يعني عن جد صراحة بالنسبة لي شباب يعني ما راح اعطيها على 10 على 10 اوكي بس راح اعطيها يعني عن جد بكل صراحة مع الاصارات الجديدة والاصوات الجديده والاشياء الجديده شباب باللعبه تستاهل سبب تقييم 7 على 10 يعني الصراحه يعني بس هيك لازم نقصها شوي تعرف شباب بدنا اللعبه نازله جديده اوكي و يعني في لازم شويه من الوقت شباب عشان يصلحوا الاشياء الموجوده فهمت علي هي في واحد فوق شباب هات نشوف طبعا شباب مثل ما قلت لكم الحساسيه تعبانه حبيبي والله نروح لعنده يا يقتني يا اقتلوا معلم هات نشوف وانا حاطط شخصية سكايلر معلم يا بوي معه بربر حبيبي والله هات نشيل البربر مكان شباب نشيل البربر هات حبيبي هات نشيل البربر مكان شوفوا شوفوا شباب المكان لقطة لما يشيل ال اي في واحد ايه كريمينال 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 شباب كريمينال كريمينال شباب اقسم بالله شو هذا من الصبح جلد 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 يا بوي كريمينال ابلع ابلع كريمينال يا سلام شباب تعرفوا شو بدي افرجيكم شغله شباب كنت منتظر اعرض لكم كود جواهر بس اجت اللقطه الحلوه شباب هذا كود جواهر شحن جواهر حبايبي مبروك راح ياخذ شباب قسمت شحن جواهر حبايبي يعني الصراحه شباب منتظر اللحظه الحلوه شباب يعني اللي دخل وشاف المقطع من هون لحد الان مبروك عليه قسم يا حبيبي والله اوكي خلينا نكمل شباب 3 كيل من الصبحيات معلم يا سلام تقتل هيك موزه شباب من الصبح يا سلام وبنفس الوقت يا سلام عليك يا سلام شوفوا شباب شوفوا شوفوا الصراحه يعني هي المشكله بالحساسيه شباب عند الكل اوكي وبلعنا الكريمينال من الصبحيات شباب كريمينال موزه حبيبي والله طبعا شباب الشيء الحلو بيعجبني شوف
شوف شوف طريقه الريسيرش بالسلاح التمانو. قول لي اي واحد امامي يا شباب. شوف الرعد شوف الرعد شباب شوف الرعد شوف الرعد بالوضع. اي واحد امامنا شباب. كريستيانو مسرحيات معلم. فيسيس يلا. اوبا ابلع ابلع يا جميل ابلع حبيبي والله. هي يا بوي فيس اس. يا اخي يا اخي ما سمح لا تخلونا خلينا نصحصح بالقهوه على رواق حبيبي والله. يعني عن جد شي بيهبل شباب. كريستيانو وفيس اس من الصبح طولوا بالكم شباب الله يرضى عليكم. هاي في واحد هون معلم. وين راح هذا الدينو؟ ويلي وراي واحد خلفي يلا واحد خلفي معلم حبيبي والله. اقسم بالله الشباب طبعا الحساسية بيض هوني. ويلي دين علي شباب. طبعا شوف التلج يا شباب. هذو اتنين عليهم دمجهم. ما في في لاج بالاف بي اس شباب. عندي شوك بالاف بي اس. ابلع الهيت. ابلع يا ولد. ماشي مزعج يا شباب انه في اللاج. هذا هو اللاج اللي عم نتكلم عليه شباب. كمان هذا هو اللاج اللي عم نتكلم عليه كنت حبايبي. شوف عم بصير عندي لاج انا الان. يا اخي هذا وين تاني هذاك الباندا. انا راح اموت انا راح اموت شباب من الصبحيات. فايت من الصبح معلم. يلا بلاك يلا الرقصه الرقصه شباب الحركه. شايفين شباب المشكله بهذا الفري فاير باك شباب الحساسيه. اوكي ليديز اند جنتلمان كفى على كفى عليهم. كان جيم هيك حلو لوز اللوز صباح يا حبايبي. ان شاء الله عجبكم المقطع شباب. لا تنسونا باللايكات وشاركوا البارتاجات ونشوفكم مقاطع جديده يا اساطير. لا تنسون شباب قناه ثانيه حبايبي راح ينزل ان شاء الله مقطع اسطوري عليكم جيمنج شباب. مشاهده ممتعه بشوفكم على خير. تشاو.